هي الشمس تعانق بيوتها وتشم ترابها كل يوم، تقرأ أبياتا من العزة والحضارة والجمال والحب. أرض كعابد في محراب القدسية يتلو ويتعبد. بلدة إنسانها عطاء وتاريخها غناء، بين أحجارها قصص لا تنتهي سطرتها جيوش وشعراء وحضارات. نعم، هي جادارة أم قيس. ما يميز هذا الموقع عن غيره من المواقع الأثرية الأخرى وجود القرية التراثية، وهي القرية التي لا تزال تحافظ على طيب النسق العمراني والشاهد التراثي الموجود في هذا المكان الذي كاد ينفرد، حتى أصبحت قبلة للدارسين والباحثين عن التراث الأردني في فترة نشوء الدولة الأردنية الحديثة. هناك خطة شمولية من وزارة السياحة والآثار لتطوير القرية التراثية. جوهر هذه الخطة هو العلاقة الوجدانية ما بين المجتمعات المحلية وأصحاب البيوت التراثية وما بين وزارة السياحة والآثار والقرية التراثية الموجودة، حيث شملت هذه الخطة على تطوير وتأهيل وإعادة إعمار القرية التراثية التي تعتبر من أهم القرى الأردنية الموجودة في شمال الأردن، وممكن أن تكون حتى على مستوى الأردن بشكل عام. هناك علاقة حميمية ما بين أهل المجتمع المحلي والمستثمرين بإشراكهم بالمجتمع تطوير القرية التراثية من خلال إشراك المجتمعات المحلية. وأيضا هناك مجموعة من العناصر النسوية التي تعمل على إحياء بعض الحرف التقليدية واليدوية، منها القش والقصيب والسلال التي كانت تستخدم في تلك الفترة، وإعادة تدريبهم وتأهيلهم وإعادتهم للقرية التراثية كمستثمرين وكنوافذ إنتاجية وتسويقية لزوار الموقع وبعض المنتجات المحلية والحرف اليدوية. مدينة الفلاسفة والشعراء، بلدة تتوضأ من ماء طبرية وتدعو لنا بصلاتها: اللهم بارك في هذا الوطن. هنا كان يصلح الفلاح محراثه، وهناك المختار في ديوانه يصلح بين الناس على فنجان قهوة أصيلة، وهناك أرى أبي يحمل زوادته والمنجل. الإنسان بلا وطن مجموعة ذكريات بكون، ليش؟ لأنه يعني كل ما جرى بكون ذهب وتبخر الدنيا، فما فيش بصمة يعني جاد حيوي للمسلم بضيع وطنه. فإحنا هسا اللي بنيجي على المنطقة الأثرية من سكننا بالإسكان بيرجع بالماضي للمحيط الحيوي اللي كان عايش فيه، مين كان بجنبه، كيف كانوا يقعدوا بالليل، كيف كانوا يسهروا بالنهار، كيف كانوا يطبخوا، شو كانوا يأكلوا، كيف كانوا يغنوا، حتى حفلات الأعراس والمآتم كيف كانت تجري بيناتهم. هاي يعني بيرجع الواحد بالماضي وبحن وبتقوه وبتأثر، بتأثر كثير، بتأثر يعني زي اللي مضروب على راسه، بحن إنه كيف أنا كنت هون، وهاي يعني هاي مربط طفولتي، هاي مرابع خيلنا، وهاي آثارنا، وهاي حتى الطوابين اللي كانت تطلع منها الخبز النظيف اللي كان يخبزنه النساء من القمح النظيف اللي هو إنتاج هذا البلد، بحن إلها الواحد إنه كيف كانت تون عايش، وكيف كنت يعني أسهر أنا وإخواني ونقرأ، وكانت في مدرسة، كنا مدرستنا من سنة 1920، مقيس من سنة 1927 كان فيها قائم مقام وفيها بلدية. هذا البيت بيت جدي، والأبوي له بعض العقود من الموجود هناك تقريبا. وانا بالعمار صار فيها 1850 لل 1860 بدت القرية يعمروا فيها، بدت تنتعش شوية لل 1800 تقريبا و80 او 75 بدت الحكومة التركية توزع الأراضي على هناك. خلال الفترة هاي كان عمي تاجر مولود يعني تاجر هناك، وعينته الحكومة التركية اللي هو مركز لجمع الضرائب، كان من عدلون لكل منطقة تقريبا محافظة إربد وجرش هذولا يجيبوا له الضرائب لهون، ووديها على بالقطار من الحمة تروح على 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 دمشق، هناك ودوها على الأتراك. البيت طب 1303 بدا بنايته تقريبا، قعد 10 سنوات او 13 سنه. 1316 تكملوه انبنى القوس المدخل للبيت، 1316 تكملوه. السبب انه كان في عندك تقريبا 11 غرفه والباقي مرافق عامه. بالنسبه للسكان القريه الموجودين هنا كل
كل تقريبا كل واحد عنده حوش وبتعرف كان على امكانيته. يعني في عندك حوالي 15-16 حوش كله كبيره تقريبا حوش مساحه دلم ارض كانوا معمرين علينا. بيعتمد على قديش الافراد البيت، البيت بيتنا واحنا تعبوا فيه واللي بنوه، يعني نحافظ على تاريخنا على هويتنا موجود، لان اذا طلعنا من هنا ضاع كل شيء لنا موجود. فسلام على الحجارة العتيقة التي كنا نتوسدها صغارا ونعيش ذكرياتها كبارا. نعم، سيشهد التاريخ أن الأوفياء كانوا. فيا أيها المار بجدارة، كما مررت أنت سيمر آخرون، وكما عاد المشتاقون ستعود أنت.